دائما نحن بنعرف وعلمتنا الحياة انه بالازمات والظروف الصعبة اللي بنمرق فيها بحياتنا بيبين معادن الانسان. وللامانة ضمن السنوات السابقة ان كان ببداية الحرب على سوريا، ان كان بازمة كورونا، ان كان بكارثة الزلزال، شفنا شباب سوري بجنن امن بانه لازم يكون موجود على الارض، ولمسنا وجود جمعيات اهلية صارت هي جزء من مجتمعاتنا. يا سلمى، صحيح رشا، اليوم رح نحكي عن فريق وشباب كنا وسنبقى يلي دخلوا بمجال طبعا العمل المجتمعي مع جمعية مجال ضمن خدمة مجتمعية عم بيقدموها لأهلنا القادمين من لبنان، أنشطة متعددة من الدعم المعنوي وأيضا الدعم المادي وغيرها من الأنشطة، وأيضا بمجال الأطفال. رح نتعرف على كل هاي التفاصيل مع ضيوفنا لليوم. خلينا رحب سوا بمازن غزال وهو عضو مجلس إدارة جمعية مجال ومنسق ملف الحماية بالجمعية، وماريا الصفدي متطوعة ضمن الجمعية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. صباح النور، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا أستاذ مازن. أهلين مريم، يعطيكم ألف عافية بداية لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها. تعودنا ضمن السنوات الماضية على وجودكم على الأرض كل الجمعيات. خلينا نبلش مع حضرتك أستاذ مازن نحكي عن المجالات اللي عم تشتغلوا عليها ضمن جمعية مجال. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. بخصوص جمعية مجال، هلا جمعية مجال هي نتاج عمل فريق كنا وسنبقى التطوعي. يعني نحن كفريق تطوعي تأسس بال 2012 مع بداية الحرب بسوريا، كان عم يشتغل بمجالات الاستجابة. يعني هو بدأ بالاستجابة وبعدين بعد عدة مبادرات وعدة مشاريع تنفذت تبين انه نحن بدنا نقطر الموضوع شوي باتجاه قانوني اكثر. فكان نفس الشباب، نحن رخصنا الجمعية وعملنا عقد احتضان بين جمعية مجال وفريق كنا وسنبقى التطوعي كبرامج عمل للجمعية. اليوم نحن عم نشتغل على أكثر من برامج، واحد منهم برامج الطفل، اثنين دعم المرأة، ثلاثة دمج ذوي الاحتياجات، وأربعة اللي هو سبل العيش وبيتضمن المساعدات الغذائية ودورات تدريب مهني إلى علاقة ب، خليني أقول لك، اعتماد المجتمع المحلي شوي على حاله أكثر من أنه يضل نحن عم ننطر سلات غذائية أو هاي الأمور. هي كبرامج أساسية عم نشتغل عليها بالجمعية. طيب خلينا ننتقل لماريا. ماريا، أنت من المتطوعين ضمن الجمعية، خلينا نتعرف أكثر اليوم خلال هاي الاستجابة الأخيرة اللي بلشتوا فيها بكنا وسنبقى لأهالينا القادمين من لبنان، شو نوعية الاستجابة وبشو شاركتي مؤخرا؟ تمام. هلا نحن بالاستجابة كنا عم نقدم الراحة، عم نحاول نحن أول شيء بكتي بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري، كان في كذا جمعية هناك على الحدود، فكنا كل شيء بالتنظيم معهم، وكان كل حدا كل جمعية مستلمة شيء، كان في قسم طبي، كان في قسم نفسي، كان في قسم للأمور والقوانين لتنظيم الأمور والقوانين للوافدين وكل شيء. نحن كان أكثر شيء عم نشتغل على القسم النفسي. نحن كنا كمان عم نوزع مثلاً أغذية، أكلات للأولاد، ساندويش، وزعنا ساندويش، ومثلاً عملنا نشاطات ترفيهية للأولاد، من رسم للوش للتفريغ، خليناهم يفرغوا طاقتهم وكذا. تمام. عم نشوف بعض الأنشطة اللي اشتغلتوا عليها ضمن حملة الاحتضان. خلونا نحكي أكثر عن هذه المواقف أو عن هذا الوقت الصعب نحن مرقنا فيه، يعني عشنا وعشنا ظروفه، فنحن قادرين نشعر بشو كانوا عم يحسوا. خلونا نحكي أكثر من حضرتك، يعني كيف كانوا وكيف مثل ما تفضلتي حضرتك. اليوم نحن بنعرف شو يعني هذا الحديث، بنعرف شو يعني يطلع حدا من بيته، بنعرف شو يعني بعد أكثر من استجابة كنا فيها، حتى باستجابة الزلزال الأخيرة يعني بعده الألم اللي شفناه موجود. يعني بنعرف منيح شو يعني طفل أنه طالع من بيته أو طفل فايت على مكان جديد. حبينا أنه نحن نكون بهذا الجانب، لأنه اليوم وقت بصير في استجابة، وخاصة بسموها استجابة سريعة. يعني نحن اليوم الصبح خبرنا من المديرية انه في اشخاص عم يفوتوا من على الحدود بلبنان، فنحن لازم نطلع نعمل شيء. دائما هذا الشغل يعني بيكون ذو حدين، يعني نحن بدنا نكون منتبهين كثير لمشاعر الناس اللي عم تفوت. انتم جاي طالعين تعملوا واجبكم، انتم اليوم مو طالعين لحتى انه بمعنى انه تصدروا لهم شعور غير صح. 100%. فبيكون في كثير حذر انه نحن لا فايتين على مكان، هلا نحن جايين على جديد، يعني جاي على مكان جديد ممكن يخطر بباله اي شيء، صح، ممكن يكون مزعوج من شغله نحن ما فينا نعرفها. يعني هذا بسموه بالبدايه نحن دخلنا عملنا اسعاف نفسي اولي، هو طالع الظروف حرب. يعني فانه بدنا نشوف شو الخدمه الاسرع اللي هو بحاجتها، ممكن تكون طبيه، ممكن تكون غذاء. اول شيء كنا عم نحاول نوصلهم باللي عم يؤدي هي الخدمه،
يعني سواء الهلال الأحمر العربي السوري مشكورين، سواء أكثر من جمعية كانت عم تشتغل بالمجال الطبي. نحن كنا شوي مايلين كثير باتجاه تشايلد بروتكشن، باتجاه حماية الطفل. هدول الأطفال اللي هن أهلهم فايتين بعدهم مو عارفين شلون بدهم يعملوا، شلون بدهم يساووا وراءهم، شلون. فكنا عم نحط مساحة خليني أقول آمنة للأطفال، شوية تفريغ نفسي بالرسومات، شوية أنشطة ترفيهية، كان حسب الوضع يعني عم نشتغل. أكيد. كنا عم نحاول. يمكن في صعوبة كتير كبيرة بهذا الوقت، وماريا يمكن تشاركينا شوي من خلال تجربتك على أرض الواقع. طبعا. يعني في ناس فقدت الأمان، فقدت الاستقرار النفسي، لقيت حالة فجأة ببلد تاني وبنفس الوقت بلا ولا شيء مثل ما بيقولوا، لا بيت لا مكان. ما نحن هيك كانت شغلتنا، نحن حاولنا نخفف نخفف صدمة شوي عليهم. نحن جايين من مكان لمكان كانوا تحت قصف، فنحن هنا أول ما يفوتوا على الحدود نحن عم نستقبل إنه مو ما يلاقوا حدا، فنحن كنا إنه عم نستقبلهم لو مثلا بأكلة، لو بشغلة، لو للأولاد ببسمة، برسمة على الوجه، عم نحاول نخليهم يفرغوا طاقتهم، نحسسهم شوي بالأمان أو نحسسهم بالراحة إنه هنا موجودين ضمن محيط رغبانهم، إنه عم نحاول نأمن لهم أي شيء بدهم إياه، ما عم نخليهم إنه يحتاجوا شيء، عم نخلي الأولاد مثلا ينبسطوا ويلعبوا. أول شيء نازلين من الباصات كلهم خايفين، عجقة وعالم فوق بعضه وهيك، فلما عم نجي نحن مثلا او اي جمعيه ثانيه لما عم تجي تعطي انه تقولي له كلمه حلوه للولد، تعطيه شغله كذا، فهو عم يرتاح، تجي تاخذي له لو رسمه، عملنا لهم رقصات، عملنا لهم نشاطات، لعبناهم، غنوا وكذا، فهن عم يرتاحوا نفسيا، يعني انه عم يطلعوا بغير مود اللي فاتوا فيه. تمام. يبلشوا هيك يكسروا هذا، يكسروا الحاجز، حاجز الخوف. وكمان يعني كنا نحن اهلهم مثلا عم يساووا وراءهم ومط... يعني وحده حامله ولد هون وولد هون عم تجر، فلما نحن عم ناخذ الاولاد لبين ما يخصوا اهل انه وراءهم وهيك، فكمان عم نريح الاهل شوي. طيب خلينا نرجع لعندك شوي مازن، نحكي اليوم حضرتكم اكيد عندكم برامج اخرى ضمن الجمعيه، وعندكم توجه اليوم لصعوبات التعلم، وكان في تجربه جدا جميله بهذا المجال، نحكي عنها بشكل اوسع. يعني هلا نحن اذا بدنا نرجع لبرامج الطفل، هن في برنامجين اساسيين دائما مستمرين عندنا بالجمعيه، واحد منهم اللي هو صعوبات التعلم اللي عم تفضلي عنه حضرتك. صعوبات التعلم بيعتمد اليوم على اكثر من جانب، واحد منهم اللي هو استقطاب الخريجين خليني اقول لك بكليه التربيه، تدريبهم، تاهيلهم، تامين فرص عمل لهم، بالمقابل تاهيل الاساتذه اللي عم يشتغلوا بالمدارس، انه انا اليوم اعرف شو يعني صعوبه التعلم. هلا صعوبه التعلم هي ما تصنف كاعاقه بس تصنف كحاجه، يعني هو قد يحتاج شيء اكثر من الاطفال اللي حده شوي. فاشتغلنا على جلسات بعد المدرسة تكون عم تساعد هذا الطفل لحتى يتجاوز هاي الصعوبة. حالياً عندنا 250 طفل بهذا المشروع، تخرج منهم السنة الماضية 50 منتهيين من الصعوبة بشكل كامل. عم نشتغل هلأ على صفوف دمج لهدول الأطفال، يعني واجهتنا مشكلة كمان بعد ما خلصت الصعوبة، أنه أنا كيف بدي لحق أقراني بالصف، يعني هن سابقينه بيكونوا بشيء معين، سابقينه بالقراءه، سابقينه فبيكون في شويه حرج خليني اقول، هو حتى ولو هو خالص الصعوبه. فعم نشتغل حاليا على صفوف دمج، يكون هو عم يحاول ندمجه بين الاقران تبعه قبل ما حتى يرجع على المدرسه او قبل. المشروع الثاني اللي هو انا اتعلم بشكل خاص بيعتمد على تنميه المواهب، او خليني اقول لك اكتشاف المواهب وتنميتها. يعني نحن عم نشتغل على شيء ثابت اللي هو مثلا اللغة الإنجليزية، دعم باللغة العربية، دعم بالمواد الأساسية، بالإضافة لإلهم في عنا برامج كاملة عن المواهب، موسيقى، كورال، رسم، فنون يدوية، منشوف الطفل وين هو توجهه. يعني خلينا نتفق اليوم إنه بالريف للأسف صعب هي القصص تكون موجودة أحياناً، أو حدا يكون عم يدور إنه هو يعزف جيتار، أو عم يدور إنه هو يتعلم موسيقى. صحيح. فإنه نحن عم نكون هيك عم نعرفهم شوي للأطفال، فعم يحب هون ببين ببلش معك التوجه تبعه، وبنحاول ندعمه ليكمل فيه. قبل ما نختم ماريا هيك خليني أخذ منك شيء عن هذا المجال اللي بلشتي فيه، مجال التطوع، قديش مثل ما بيقولوا بياخذ من الشخص بنفس الوقت بيعطي. الأول شيء هو عطاني أكثر مما أخذ مني، يعني أنا لما أكون حدا كبير أو ولد صغير لما أنا أشوفه مبسوط بسببي أنا مثلا، أنه أنا أكون لو عاملة شيء بسيط بس أنه لما أكسب دعوة أو لما أخذ أي شيء، يعني هذا الشيء كثير بيعطي شعور حلو وراحة. ثاني شيء التطوع كثير غير لي نظري بشيء كثير مهم بالحياة، أنه مثلا أنه صار عندي قناعة أكثر. يعني أنا كنت مثلا شغلات كثير أنه حس أنه كثير صعبة ومدري شو هيك، لما أشوف مشاكل العالم وهموم العالم وكذا صار عندي قناعة الحمد لله، أنه يعني كل شيء صار يهون علي، صرت أفكر بطريقة غير لما تشوفي انت تخاطي عالم، تفوتي
تشتغلي تعملي، فانت بتصيري نظرتك للحياه بتتغير، بتشوفي قديش كان تفكيرك قبل مثلا سطحي، هلا تغير تفكيرك انه يعني كثير وعيد لما يعني انه تشوفي العالم في قصص اكبر بالحياه، قصص اكبر، هموم اكبر من انه اللي نحن فيها. اي فكثير حلو هذا الشيء. وكل يوم يعني كل مره بننزل على التطوع، كل مره انا الاشخاص يعني ببالي دائما انه ما بنساهم، كثير بتعلق انا اوقات باشخاص وهيك، بس انه دائما بكسب كل مره خبره جديده، يعني دائما كل مره كل نزله خبره جديده تكون. أكيد بالنهاية بدنا نقول لكم شكراً لكل شيء اشتغلتوا عليه، وخاصة ضمن الظروف الحالية. شكراً مازن، شكراً ماريا. من خلالكم اليوم بدنا نوجه تحية لكل أعضاء جمعية مجال، شكراً لحضوركم اليوم. شكراً لكم وموفقين. شكراً وإن شاء الله تكون هي من آخر الاستجابات، إن شاء الله يا رب ما يصير بقى في ظروف صعبة لا علينا ولا على طبعاً أهلنا بلبنان. شكراً.